أهلا بكم. تتزايد المخاوف في السودان من احتمال تكرار مأساة فيضانات السنة اللي فاتت، والتي أودت بحياة 117 شخص ودمرت 100 ألف منزل وشردت 600 ألف شخص. لكن إيه هي أسباب الفيضان وزيادة المخاوف السنة دي، وإيه علاقته بسد النهضة؟ في نهاية الأسبوع اللي فات، توقعت الإدارة العامة للخزانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية حدوث زيادة في وارد مياه النيل الأزرق، وده بسبب هطول أمطار غزيرة في الهضبة الإثيوبية. وقالت الوزارة إنه هيحصل زيادة تدريجية لمناسيب مياه النيل الأزرق جنوب خزان الروسيرس وشماله حتى الخرطوم، ودعت الوزارة المواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على الأرواح والممتلكات. كمان تحدثت تقارير عن ارتفاع في منسوب نهر عطبرة، وده أدى لوصول كميات غير متوقعة من المية إلى بحيرة سد مروي في شمال السودان. وعلى الرغم من تأكيد السلطات المختصة ببذل الجهود الممكنة، إلا أن البعض يرى وجود مخاوف مستمرة بتتطلب استعدادات أكبر للحد من الخسائر الكارثية اللي حصلت السنة اللي فاتت. من أكتر الأسباب للخوف من تكرار كارثة الفيضانات في السودان السنة دي هو استمرار هطول الأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية وعدم اتخاذ أي خطوات لتوسيع مجرى النيل في الخرطوم، واللي تم تضييقه بسبب التعديلات الإنشائية على نهر النيل اللي حصلت في عهد النظام السابق، إضافة لعدم وضوح الرؤية بشأن ملء بحيرة سد النهضة. لكن إيه علاقة سد إثيوبيا بالفيضانات السنة دي؟ إثيوبيا بتقول إن السد اللي بتبنيه على النيل الأزرق على بعد 15 كيلو متر من الحدود السودانية بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار هيقلل عند اكتماله خطر الفيضانات على السودان من خلال تنظيم تدفق المياه. لكن خلال مراحل الملء الأولية الحالية واللي أعلنت إثيوبيا اكتمالها، بتتزايد احتمالات التدفق العشوائي أو غير المتوقع لمياه السد في اتجاه الأراضي السودانية، وده هيزود من احتمال حدوث فيضانات في بعض مناطق السودان، خصوصاً إن ساعة خزان الروسيرس السوداني اللي بيبعد نحو 100 كيلومتر من سد النهضة لا تتعدى 10% من ساعة السد الإثيوبي. كمان عدم قدرة إثيوبيا على استكمال مرحلة رفع الحوائط الخرسانية إلى 595 متر والاكتفاء بمستوى 574 متر فقط، ده كمان بيزود من خطر حدوث فيضانات أكبر السنة دي، رغم عدم وجود دلائل قاطعة لحد دلوقتي. ومن المهم إن احنا نعرف إن الفترة اللي سبقت وقوع كارثة الفيضانات شهدت حالة من الارتباك في عملية تشغيل سد الروسيرس بسبب الملء الأولي المفاجئ لسد النهضة بمقدار 4.9 مليار متر مكعب، لكن الحكومة السودانية رفعت درجة الاستعداد والتأهب لأي فيضان السنة دي، وأقامت حواجز رملية وإنذار مبكر للمواطنين بالحذر تحسباً لأي حالة طارئة. نتمنى من الله أن يحفظ شعب السودان العظيم والشعوب العربية جميعاً. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.